معنا أيمن شندول بالهاتف. أيمن مرحبا. مرحبا بكم ومرحبا بكافة ضيوفك ومرحبا بكافة مستمعي ديوانا. أيمن، امبارح الحقيقة احتجاجات كبيرة على زفارة الحكم في مباراة اتحاد المونستيري. صرحت البارح تصريح حامش نسموه مع بعضنا، دونك أنا حبيتك أنت تعلق عليه بتات البارح أشو وغيره، هو الحقيقة يستحق التعليق هذا التصريح، تصريح حامش شندول البارح. شوف احنا مناش من هكا التيب اللي من تو نبداو نتبكوا ونشكوا وهاو ظلمونا، اما راهو اللي قاعد صاير تو راهو عيب. وقت اللي تكون في مقابله مع الاولمبي الباجي ويلحق لك الحكم يحرمك منذ ضربات جزاء شرعيين وما يتعاقبش الحكم ويتعاقبوا الحكام اللي غلطوا في مقابلات اخرى، واليوم نجوا مع اتحاد المونستيري بالمستوى، وانا نقول عار قسما بالله العلي العظيم المستوى نتاع تتفرجوا الناس كل في ضربه جزاء الاولى تضحك ضربه جزاء المستير، شيء يضحك شيء اسف، ما حتى اربيتر ما نجم يزفر بيلانتي كيما ذيك، ومن بعد نحن جينا بيلانتي في البرديتون وفي الأجرام معناها وما يزفرش الحكم، فما عادش نحكيو نحن على نية سيئة ونية طيبة، احنا ولينا نقولوا لي ثم ناس جاية تصفي في حساباتها على اتحاد بن قردان على خلفيات أخرى، احنا باش نقولهم راه عندنا تريبون إيكيب تلعب بالكورة وهذا ما فيه شك، ورانا مواصلين والكلنا ثقة فيه وعندنا ثقة تامة في كافة المجموعة اللي مع بعضنا كسوا في المديرة ولا يطرفني ولا ملعبية، رابش نعدوا عام كبير هذا ما فيه شك ولا اختلاف، لكن من تاريخ اليوم بإذن الله إذا كان الحكم هذا خطر باش نتفرجوا نحن توا في المافيولا وفي البلايس كل باش نتفرجوا على العار اللي عملوا الحكم هذا، إذا كان الحكم هذا ما يتعاقبش خلينا نديروا نحن باسبوراتنا الناس كل ونمشيوا ليبيا وسلام عليكم وسامحونا في بلادكم ما دام خرجتونا منها. هاي أيمن، ندمت الساعة على التصريح هذا ولا ما زلت مثبت برأيك؟ لأنه الحقيقة هو للأمانة معناتها ماش قولي لك ما نسحقوش مافيولا، ما نسحقوش مافيولا خاطر الحقيقة ركلة الجزاء مضحكة. شوف احنا مضحكة الحقيقة ما لا غالب معناتها ذاك رايك والله يا باش نقول لك انا احنا في بن قردان نحكي على الاقل على شخص في كرة القدم، انا كي نعمل ماتش خايف نحشم باش نخرج في الميديا، انا كونتر باش ما لعبناش كورة باه ونحنا الاربيتر دوز بيلانتيه، ما نجمش نحكي في بلادي وما لحقتش ما نجمش نحكي على حكايات اخرين حتى كاني مظلوم ما تكلمتش، اما وقت اللي انا نمشي اون ديبلاسمون ونعمل ماتش كومبلي مع المسير ونضيع 6 بونت ونعمل ماتش ما شاء الله معناتها على جميع المستويات وتظلمني انت وتتعمد باش تظلمني، انا مسوحتينا كان على ضربه الجزاء وكريتك السلايت اللي في الوسط الكفرونات اللي نعرف انا التكتيك هذاك وهو يدز وانا انزي هو كافه اعضاء هيئه الاتحاد المونستيري بالتجاوزات تاع الحكم مستير ماهيش في حاجه الحكم كيما هذا باش يعاونها، اما هو عنده اغراض اخرى وهو قاعد يعمل في حوايج مش باهيه، والحكم اللي قبله في مقابله الاولمبي البازي حكمنا من ضد ضربات جزاء شرعيين ما تكلمناش المره اللي فاتت، لكن اذا كان باش نواصلوا في الوضعيه هذه كل مقابله باش تظلموا راه باش نواصلوا حقنا، البارح طلبنا باش نقابلوا السيد رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم وطلبنا باش نقابلوا السيد وزير الشباب والرياضه وبقدره الله باش نمشيوا له المكتب نتاعو ونبلغوا له الظلم التظلم نتاعنا هذا ما فيه شك ولا اختلاف، ورانا ما زلنا قاعدين بقدره الله. نعم اسمعني يعني اخوك صادق معك وين سابق لباس ربي فضلك، يعني حكيت معك قبل ما تبدا السيزون قلت لك يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه وبرافو في الريكروتمون اللي عملتوهم، وحتى توا نحكيو على بوسيبيليتي باش تلعب ليكيب ناسيونال كاليفيكاسيون تاع الشان، قلنا بن قردان فيها عديد اللاعبين نجموا يكونوا موجودين في المنتخب نتاع المحليين باهي، ونعرف قاعدين تعملوا في كوره باهي وعديتوا بريمير معناها بريمير جورني ممتازه كونتر الكلوب افريكان ومن بعد لعبتوا كونتر سي اس اس كان مانيش غلط عديتوا زادت في كيف احنا الاربعه الكبار نحن الاربعه ريتنا حتى الماتش ديبي سيزون جاتنا هو وسالتهم الله فسالوا البقر سي اس اس كلوب باجا مسير اي نعم في نفس الوقت حتى المقابلات الاولانيين احنا مثلا كيما شفنا عملنا 10 انتدابات توا ما لعبناش بسته نحن مع بعض فهمتك نعم احنا كل ماتش عندنا خمسه من نقولوا نحن من الملاعبيه جدد ما دخلوش للمجموعه وسكتنا وخدمنا وخسرنا، انا ديما نقول راه حتى فنيا راه ضد النادي الافريقي احنا ما خسرناش راه فنيا عملنا واحد واحد يتحمل مسؤوليه اثنين اثنين عملته اثنين اثنين اي اثنين اثنين اسمعني اسمعني خلينا نبداو متفاهمين في حاجه اني البارح نتفرج معناها على الماتش نتاع الكلوب مع الاولاد اني وكريم وبوجلبان وكل شيء وراوني البينالتي نتاع مستير ابرومير فيو ابرومير فيو تظهر ما فيها حتى شيء، لكن من بعد الفت نظري فهمني ولا لو شانجمون تاع الكره فهمتني ولا كي لمست يد الديفونسور ايه وتاك
في اللي من التالي نتاع الاتاكون نتاع المسكير، ما هو اللي ضربه يا اخي. القانون نتاع كره القدم اذا كان الملاعب هو بيده يكون في حركه لا اراديه ويضرب الكره بساقه حتى تمس يده مش بينالتي. صحيح صحيح دكتور، لكن لكن, لكن احنا مش في بيننا فما فوت معناه باش ننزهوا العباد الكل خاطر كريم تكلم من منطلق اللي هي فما فوت. تعرف هي لا فوت دو ما فما لا فوت دو ما. خليني نفسر حاجه، هو راهو دقيقه ايمن يا ايمن، باش نعطيك ايمن راهو لو فات انه يبدا مهاجم يتفاجأ بمنحه ركلة جزاء ما راهيش نجم يكون ما راهيش تستغرب لذلك مش قد نفك أنا ما تعرف يعني المهاجم استغرب يعني سوء النية وحسن النية. أنا ما عنديش مشكل، أنا كي تكون غلطة ما عنديش مشكل، أما كي تكون أنت من اللي بدأ الماتش وأنت تستفز وتقول في كلامك فيها لا ذاك كلام آخر، لا ذاك كلام آخر وتعطي في الكفرونات الكل في الوسط وتقرب في المسير لا ذاك ما لا يغتفر. لا احنا لاعبين كورة احنا ما نجدو خلاعة على الميدان صحيح راني انا كيما تشوف نعرف يا اخي بهيش نعرف نعرف كل شيء. صندوق الاتصال بك كمال يدير اليوم الصباحه؟ لا لا احنا نتصلوا بالناس. انتم اتصلتوا بكمال يدير ولا تحصلتوا على بعضكم؟ باهي مش مشكل ان شاء الله بقدره الله. احنا شوف احنا من غير سي كمال احنا رئيس جامعه تونسيه لكره القدم وسمى دوله وسمى مدير شباب والرياضه، احنا باش نوصلوا صوتنا للناس الكل وانا متاكد وعندي ثقه باذن الله سميع العليم اللي بن قدام باش تاخذ حقها ويلزم الحكم من تو خاصه حكام اخرين. شوف انا تعرف وقتاش نحس بالظلم، انا وقت اللي الحكم يضحي لي حقي في مقابله ويتزعق ودوس حكام في نفس الجوله والحكم دي لحالي هذاك حقي ما يتعاقبش، دونك راه حتى الاربيتر اللي بيستفر الزورني الجايه باش يعاود يظلم بن قدام ويقول لك ما دام ما يعاقبوش في الاربيتر هذيك المشكل يا ايمن ما فماش فار. المشكل ما فماش فار، هذاك المشكل تو معناها ما فماش بار تطيح بن قردان. لا ما طيحش بن قردان، مش نحكي على بن قردان بهيش تو هذا كلام. ايمن نختم معك ايمن، ايمن نختم معك. قلت فما شكون يصفي في حساباته مع بن قردان؟ شكون يصفي في حساباته مع بن قردان؟ احنا ديما نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف احنا نخدموا في كره القدم، احنا كان جينا متسرعين ولا جينا من الناس المتسرعه يمكن راني من المسؤولين القلائل اللي جددنا ثقه في الاطار الفني. خاطر احنا ولاد الفوتبول وقاعدين نشوفوا في العمل وقاعدين نشوفوا في الخدمه وقاعدين نشوفوا في الغيابات، وشفنا في يوم من الايام حتى في الاستاد ولا في اللي كو اللي الجمعيه يكونوا فيها سيت ميت ليمون معينين بقدره الله ما تنجم تكون خير من هكا برشا. اما وقت اللي انت تكون تخدم في خدمه على قاعده صحيحه ومرضي ضميرك وفما ناس تتعرقل فيك وما تحبش توصل دونك وقت اذا كان انت باش تسكت وماكش تتكلم على حقك راهو ما تنجمش تنجح في البطوله. فخر الدين قلبي مواصل معكم ولا؟ والله ان شاء الله هذا الاتفاق ان شاء الله اكيد. وعلاش امس مش موجود هو؟ معلش ما قيدتلوش اوراقه ولا من الاول ما كومش تصير انه مش يكمل معاكم ولا شنو اللي؟ لا 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 ثم حكيت تاهيل من عند الجامعه شهر شويه تاخير من عند الجامعه التونسيه لكره القدم ان شاء الله المقابله جايه باش يكون. لا خاطر العصفوره تقول لنا انه وصل البارح قبل 4 درجة من انطلاق المباراه والحكم يستنى فيه شكون باش يحط ولا لا؟ والله انا ماني قلت لك انا كيما حكيت الاداره والامور الاداريه فهمتني معناتها ما يشتغل. اللي خاف نجا هاي اللي خاف نجا. لا نحكي بالحق انا ما خافش لا لا اللي خاف نجا معناتها تخافوا من الريزيرف دونك خيرته انه ما يكونش موجود في الفيديو ماتش. المهم انا والله هاو نحب نوصل صوتي للناس الكل، احنا رانا عملنا جمعيه محترمه وحتى كقيمه فنيه في الانتدابات بحول الله كنا موافقين، دونك ما نحبوش نخرجوا على الاطار الرياضي، خليه البطوله للي يستاهل يلعب يربح اللي يستاهل يخسر راي كوره والكوره راهي تقرب بين الناس مش تفرق احنا ولاد بلاد وبلاد واحده فما حتى فرق راه من بلدرت البنجر. يعطيك الصحه ايمن شكرا لك. يعطيك الصحه ايمن شكرا نخلي لك التعليق ليك احمد لانه مش نحكيو على بلاغ الاطوال وحمد الدوزن. انا مع كامل التقدير والاحترام من خويا ايمن شندول، قل له راهو احنا توا ماناش في حاجه الى هذا النوع من التصريحات، راهي التصريحات هذه ما ترجع لكش حقك، بالعكس راهي تزيد في تأزيم الأجواء وتعفين الأجواء وتزيد كان في الشحن ونشر الكراهية والبغض بين الأندية وبين الجماهير تاع الأندية. أنا ما نحيش استحقاق الاتحاد المنستيري، كذلك النجم يقول الاتحاد بن قردان فريق ممتاز وقادر أن يحقق نتيجة أفضل. اللي نقوله شنو هو؟ اتحاد بن قردان أكثر فريق استفاد من التحكيم لسنوات طويلة ومريناش أصوات تحتج وكذا وعلاش مش اليوم كذمنا ظلمنا حكم في خطأ تقديري على بيلانتي نجي نقول وراه فما أطراف تحب تطيح بن قردان، علاش ديما احنا نظرية المؤامرة؟ إذا كانت الاتحاد المنستيري يستحق باش يربح صح عليه، لا هو حتى على الميدان استحق انه يربح قياسا بعدد الفرص. التحكيم يوم ليك ويوم عليك، راهو كل جمعة تصير أخطاء وحتى في العالم وفي بطولات كبيرة تصير أخطاء،
أنا زاد وقت نستفيد من التحكيم. أنا نتمنى على مسؤولين الأندية يقول والله الجمعة هذه استفدت من التحكيم.